Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İhvanel izza. Nahnu na'rif cezmel mudari'. Kema tarifun tucet. Yani el huruf el cazime ve summa edevatü'ş şart. Edevatü'ş şart tezzimu fi'leyn. Yani velakin el huruf el cazime tezzimu fi'len vahiden. Yani bir mana fi'len mudari'an. يزم المضارع في إحدى أو يجزم يجزم أفضل المضارع في إحدى ثلاث حالات تمام أولا إذا سبقه حرف جازم يعني كما تعرفون أربعة توجد أربعة حروف ثانيا إذا كان بعد شرط جازم أدوات الشرط ثالثا إذا كان جوابا للطلب كما تعرفون يعني إذن جوابا لطلب وإليك الكلام وإليك بمعنى إغراء إلزم يعني على كل يعني على كل تمام إلزم كل هذه الثلاثة الأحوال أولا الحروف الجازمة مشهورة حروف الجزم أربعة هي لم لما لم جحت مطلق لما جحت مستغرق لام الأمر تعرفون لنا هي تعرفون لم حرف نفي وجزم وقلب قلب بمعنى يقلب وقت المضارع إلى الماضي أي تنفي المضارع وتزمه وتقلب زمنه إلى المضي تمام؟ فهمت أخي؟ مثل لم أحضر أمسي هذا هو يعني يعني المضارع دائما يفيد الزمن الحاضر أليس الحال والمستقبل ولكن هنا قلب لم لما حرف نفي وجزم وقلب أيضا فهي مثل لم إلا أنها تختلف عنها في أن نفيها يستمر ليس لجحد مطلق بل مستغرق حتى زمن التكلم تمام؟ زمن التكلم وأن الفعل بعدها متوقع الحدث لما يأمر باللغة التركية هالا أمرت مدي يعني أمرت بيلس مثل لما يحضر محمد محمد ومعناها أن محمدا لم يحضر حتى الآن وأن حضوره متوقع في كل لحظة نحن نعرف جحت مستغرق جحت مطلق يعني olması bekleniyor mu veya olabilir olması bekleniyor باللغة التركية نعم الحدث يتوقع ilk mi جح مستغرق oluyor o ilk o zaman جح مستغرق yani لم جحت مطلق لم يحضر ليس بمتوقع لم يحضر يفيد النفي فقط باللغة العربية يعني لم يحضر لم يلد مثلا لم يلد ولم يولد انتهى ولكن لما يحضر يمكن ان يحضر hocam متوقع nasıl tercüme edebiliriz متوقع beklenen demek bekleniyor توقع لام الامر وتدخل على المضارع وتفيد الامر كل يعرف هذا ويكثر دخولها على الغائب تمام ليأكل مثل ليجلس أخوك لنا هي ويطلب بها الكف عن الفعل تنهى يعني مثل لا تسرف تمام جينا إلى الحالة الثانية أدوات الشرط الجازمة يعني تزم فعلين هي أولا يعني تذكر جميع الأدوات ثم يبين أظن معانيها إن إن جي يعني إن تكتب يكتب مثلا إذ ما من ما مهما متى أي أيان أين أت أنا حيثما كيفما أي فهمتوا؟ متى يزمش مسلا من يزممش متى نعم يوجد توجد متى توجد هي إن إذ ما
Ahi hiye in izma men ma meta eyyun yani ey fi ma'na az-zaman yani. Mehma var mı size hocam? Meta ve me arasında. Naam naam mehma meta eyyun eyyane eyne enna haysuma keyfema eyyun. إخواني الأعزاء نحن نرى معاني هذه الأدوات فردا فردا في الدروس الآتية تمام؟ فردا فردا وليست هذه الأدوات من طبيعة واحدة تمام؟ مهم بعضها من الحروف بعضها من الأسماء هذا هو الطبيعة بمعنى يعني هل هي اسم أو حرف أو فعل فبعضها من الحروف وبعضها من الأسماء وما كان منها من الأسماء يختلف يعني وما كان من الأسماء من هذه الأدوات يختلف فبعضها يدل على الذات تمام مثلا يعني ما من تمام يدل على الذات وبعضها يدل على الزمان والمكان كمثل أيانا على الزمان أين على المكان وبعضها يدل على الحال كيفما فهمتم؟ فما سبب ذلك؟ ما هي السبب؟ الآن هو يشرح هذه الأحوال جميعا معنى الشرط أولا معنى الشرط الشرط هو ربط حدثين حدث فعلين يعني حدثين يتوقف ثانيهما على أولهما إذا يعني إن تكتب تكتب أو إن تحسن تحسن إيلك أدرسن إيلك أدلرسن يتوقف تمام نعم مثل إن تجتهد تنجح فالنجاح مرتبط بالاجتهاد ومتوقف عليه تمام فهمتم هذا هو فإن حدث الاجتهاد حدث النجاح لا 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 فإن حدث الاجتهاد يعني إذا وقع الاجتهاد حدث النجاح يقع النجاح والعكس صحيح أيضا إذا وقع النجاح حدث وقع الاجتهاد أي إن لم يحدث الاجتهاد لم يحدث النجاح هذا هو الشرط يعني كل يعرف هذا المعنى ولما كان وقوع الاجتهاد شرطا لوقوع النجاح سمي فعل تجتهد فعل الشرط تمام وسمي فعل تنجح جواب الشرط أو جزاءه أخي أنتم تعرفون هذه الأمور فأما أنه جواب يعني ما معنى جواب فعلى تقدير السؤال إن أجتهد إن أجتهد فماذا يحدث تقول تنجح يعني لماذا سمي جوابا هذا هو السبب يعني إن تجتهد تنجح بمعنى بعد إن تجتهد إن أجتهد ماذا يقع تنجح هذا هو والجواب تنجح وأما أنه جزاء فلأن النجاح هو نتيجة للاجتهاد وجزاء عليه جزاء بمعنى لا يعني جزاء كعقاب يعني مكافأة يعني مقابلة تمام مجازات تعني معنيين يعني إما سلبيا وإما إيجابيا يعني بي karşılık karşılık هذا هو هذا هو hocam burada da bende وإما demiş ama hatalı değil وأين وإما أنه جزاء وإما أنه لا لا وأما أنه جزاء بس قاطعنا فإن أريد الربط بين الحدثين فقط تمام يعني فقط بين الحدثين الربط أريد استعملت إحدى الأداتين يعني لا تعلق بالشرط والجزاء بالزمان والحال والمكان إذن نحن نستعمل هاتين الأداتين إن إذما لا علاقة بهما للزمن أو المكان أو الحال ولذا كانتا حرفين تمام؟ إن وإذما حرفين لأنهما لا تؤديان إلا معنى الربط وحده يعني يربطان تمام الحدثين فقط لا يوجد معنى أخرى كما في أن يوجد معنى أخرى المكان تمام ولكن يحدث
yani yaka'u en yeşüştarata ma'al hades zemenun muayyen. Hada yumkin. Meta mesela. Ve zelike hine nekul meta teştehit tencah. Fennecah huna leyse vahdehu el meşrut bil iştihat vahdehu. Necah leyse meşrutan vahdehu. Eydan ez zemen meşrut. Tamam? Bel inne zemenen necah eydan meşrutun bi zemenil iştihat. Yani ahi yubeyin el umur bi şeklin اِذَا لَمْ يَفَمْ اَيُّ رَجُلْ فَهُوَ لَا يُعْتَبَرُ مِيَ النَّاسِ yani. Fehimtum? Sehl yani. عندما تقول اِنْ تَجْتَهِدْ تَنْجَحْ يوجد ايضا فيه معنى الزمن. لا 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 يوجد الزمن. يعني şöyle değil لا لا فقط يربط اِنْ بين الحدثين. لا يوجد اي زمن. ينبغي ان تفهم اخي. اي ان الاجتهاد والنجاح يتمان في زمن واحد. ولكن في إن يمكن أن يقع النجاح والاجتهاد في زمنين مختلفين ولكن هنا في زمن واحد ولهذا عدت متى اسما للشرط لا حرفا له لأنها فوق دلالتها على الشرط تدل على الزمان أيضا فهمتم؟ جدا رغم أنه سهل ولكن نافع كثيرا يعني هو يبين كأننا لم نتعلم أي شيء في الشرط والجزاء وحروف الشرط أو أدوات الشرط التي تزم فعلين كذا كذا كل يبين يعني بشكل واضح وما يقال عن أدوات الزمان الشرطية متى أيان هما يعني تمام يقال عن أدوات المكان الشرطية هذا هو من المكان الشرطية أين أنا حيثما فهمتم؟ وكذلك الآن جينا إلى آخر الأحوال لا نكتفي بالربط المجرد بين الحدثين بل نزيد فنربطهما بذات واحدة ذات فهمت؟ وذلك في قولنا من يجتهد ينجح لا نربط فقط بين الحدثين نربط الحدثين بذات واحد يعني الاجتهاد والنجاح وقعا من ذات واحد من شخص واحد فهمتم؟ من يفيد هذا؟ فالنجاح مرتبط بالاجتهاد والذات الناجحة هي نفسها الذات المجتهدة تقدير الذي ينجح نفسه نفسه الذي يجتهد نفس الذات يعني من يفيد الذات؟ علاوة على الربط بين الحدثين وهذا يؤدي إلى وجوب احتواء جملة الجواب على ضمير يعود على اسم الشرط الدال على الذات هذا شرط مهم إذا استعملت من ينبغي أن يوجد في جواب يعني في جملة الجواب أو الجزاء ضمير يعود إلى من فهمتوا؟ في المثال المتقدم يعود فاعل ينجح الذي تقديره هو على من لأنه هو الذات وهذا طبيعي فما دام الجواب والشرط مشتركين بذات واحدة كان لابد لهذه الذات من أن توجد هي في الشرط وفي الجواب هذا أهم المهام وهنا يبدو الفرق بين إن أخي استمعوا هذه الفقرة مهمة جدا ما الفرق بين إن كما سألت من قبل وبين من وهنا يبدو الفرق بين إن التي تكتفي بالربط المجرد بين الحدثين لا يفيد الزمن والمكان والحال والذات وبين من التي تفرض إضافة إلى ذاك اشتراك ذلك اشتراك الحدثين بذات واحدة فالأولى يعني بمعنى إن لا يشترط معهما وجود ضمير في جوابها يعود على اسم ذكر في شرطها فهمتم؟ في إن لا يشترط أي شيء يعني ضمير يوجد في الجزاء يعود إلى الشرط تقول إن أخطأ القائد وقع الضرر على الجند
تمام؟ وأنت تلاحظ أنه ليس في جملة الجواب وقع الضرر على الجند ضمير يعود على القائد، تمام؟ الذي هو الذات القائمة بفعل الخطأ، لا يوجد ضمير في جملة الشرط. وأما من فلا يمكن معها ذلك، إذ لا تستطيع أن تقول من أخطأ من القوات أو قوات يعني وقع الضرر على الجند، هذا لا يمكن، ينبغي أن يوجد ضمير قوات هذا، بل لابد من وجود ضمير في جملة الجواب يعود على من، ليشترك الجواب والشرط بمن، فيقول من أخطأ من القوات أو من القوات وقع الضرر على جنده. أخي يعني هل سمعتم هذه القاعدة؟ لا. فيكون الخطأ وقع من القائد والضرر وقع على جند هذا القائد نفسه يعني. وأخيرا فإننا قد نشترط ارتباط الحدثين واشتراكهما بكيفية معينة واحدة، هو حيث، أليس كذلك؟ المهمة نحن نرى يعني وذلك عندما نقول كيفما تجلس أجلس، هذا نعم يتعلق بالحدثين، ربط الحدثين وأيضا كيفية، فهيئة جلوسي وهيئة جلوسك واحدة يعني. ولما كانت هيئة جلوسي لا يمكن أن تتحد مع هيئة أي حدث آخر غير حدث الجلوس، كان لابد من مع كيفما أن يكون فعل الشرط وجواب الشرط من جنس واحد، هذا أهم. إذن إذا استعملنا أداة كيفما ينبغي أن يكون فعل الشرط وجزاء الشرط من نفس الجنس كما مثلنا. والخلاصة أن إن إذما أداتان تربط لا، والخلاصة بقي هنا، غدا سنستمر لأنه يبين كل شيء. أخي معنى الحروف لا جميع الأدوات، تمام؟ غدا بإذن الله تعالى، لا تتعجلوا، فنحن علينا أن نتعلم كل أداة وكل حرف تزم فعلين، تمام أخي؟ وفقكم الله لما يحب ويرضى. هذا لك